بسم الله الرحمن الرحيم. شركة عرب غروب، طبعا دي غواطس اللي هي التربو اللي هي 200 واط، ودي الغواطس اللي هي 300 واط. عايزين نعرف الفرق بين الغطس ده والغطس ده. هات واحد هنا محمد كده، وانا هجيب واحده من هنا اهي. الفاتوره 200. هات هنا محمد كده، هات هنا محمد. دي ال 200، ودي المفروض ان هي ال 300، تمام. هنفتح يعني الاثنين نفس المقاس نفس الحجم. هنا الباور 300، هنا 200، هنا الارتفاع 6، 5000، نفس المواصفات، هي تمام. افتح كده يا احمد الغاز دي يا احمد. اللي على فكره الاثنين هم نفس الغاطس، بس طبعا الكرتونه هنا مكتوب عليها ايه؟ كتابه. الغاطس هنا بيجي معاها برضو ايه؟ قطعتين. شيل بيتك يا احمد. طبعا دي جايه مغلفه عليها كيس اللي هي 200، ودي 300. يعني بصوا، يعني تحس ان ال 200 اكبر من 300 في الحجم، او زي بعض. خلينا نقول زي بعض، نفس الغاطس، هي. طب ايه رايكم نوزنهم؟ هاتوا محمد على الميزان. محمد هات كده اللي هي 300، الاثنين زي بعض على فكره. هات كده الميزان، حط كده. اول حاجه ال 300 اهي عامله كيلو 165 جرام، كيلو 650 جرام. شيل يا محمد. هات الثانيه، هات ال 200. ال 200 جايب فيشه، يعني ال 200 جاي فيها فيشه، 300 مفيش فيها فيشه. عامله كيلو 850 جرام. دي ال 200 جرام بتاعت عرب جروب، ال 200 واط بتاعت عرب جروب. الثانيه كيلو 650، دي كيلو 850 اللي هي ال 200 واط. الثانيه كام؟ شيل يا محمد كده دي. هات بقى ال 300 اللي بيقولوا عليها 300، مش 300 طبعا، ولا تكمل 200 حتى. عامله كام؟ عامله كيلو 650 شركه عرب جروب.